السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة علاج الشرخ الشرجي. علاج الشرخ الشرجي. ولكن قبل أن نبدأ، لو حضرتك مش مشترك في القناة يسعدنا الاشتراك في القناة والإعجاب بحلقاتها ومشاركتها والتعليق عليها. أهم حاجة التعليق، يا ريت منسوب المعنويات مرتفع قوي بس عايزه يرتفع أكتر. إيه هو التعليق؟ إني أحبك يا قفاص يا درع البشرية. I love you قفاص، جوتام قفاص، إشلي بديش قفاص، تيامو قفاص، تكيرو موتشو ميا موري سينيوري. حملغكم قطاس قطاس يا محمد يا قفاص، نبغي قفاص، بنحبك برشا، بنحبك بالذات. صدر الطاقة الإيجابية، فيها إيه؟ مفيش أي مشكلة، المحبة شيء رهيب. نرجع لعلاج الشرخ الشرجي. أمراض الشرج عامة بتنقسم إلى 3 أمراض رئيسية: البواسير، الشرخ الشرجي، الفستيولا أو النصور. البواسير، الشرخ الشرجي، الفستيولا أو النصور. النهاردة عايزين نتكلم عن الشرخ الشرجي. إيه هو الشرخ الشرجي؟ الشرخ الشرجي جرح داخل مجرى البراز. جرح ناتج عن إيه؟ ناتج عن إمساك أو إسهال أو حزن أو ولادة أو الاستخدام الخاطئ للشطاف. يبقى اللي بيحصل ايه؟ امساك وحزن او اسهال رهيب او عملية ولادة او عملية ستريننج حزن او الاستخدام الخاطئ للشطاف اللي بضغط عالي جدا فبيخش في مجرى البراز بيجرح. طيب الشرخ الشرجي له نوعين، حاد ومزمن. الحد ده اللي بيجي وبيمشي بسرعة بيخلص، تمام، وهنقول علاجه ايه. المزمن اللي بيستمر لمدة 3 شهور حضرتك بتهمله وبينتج عنه بعض الزوائد الجلدية، ده المزمن. طب الحاد علاجه ايه؟ الحاد اهم حاجة تتقي الاسهال او الامساك. ما يجيلكش اسهال، يعني ما تاكلش اكل ملوث فيحصل لك اسهال، كذلك تتجنب الامساك. طب اتجنب الامساك ازاي؟ اشرب ميه كتير، اكل خضروات كتير، معلقه زيت زيتون، معلقه او ربع معلقه كده زيت خروع، حلو. كذلك الادويه، ممكن ناخد قرص مينالاكس يوميا مساء. قرص مينالاكس اهو العلبة بتسعة جنيه، قرص مينالاكس يوميا كمليل. أو ناخد أقراص نصار، الشريط بسبعة ونص دلوقتي، ده الشريط بتسعة، ده الشريط بسبعة ونص، يا ده. طبعا لو في إمساك وأنت خايف تتبرز ممكن تاخد لبوس جليسرين أهو، لبوس جليسرين أهو، العلبة بخمسة ونص، تمام؟ في منه أطفال وفي منه كبار. لو في براز متحجر جامد ممكن تعمل إنماكس، حقنة شرجية بعشرة جنيه، يبقى عشرة جنيه، حلو؟ يبقى أنا كده عملت تليين، لازم أعمل تليين للبراز دايما، لازم ينزل طري علشان ما يجرحش وهو نازل، يبقى زي حتة الحجرة. طيب إيه تاني؟ عايز اسكن الالم، عايز اسكن الالم اللي موجود، يا اما هسكنه عن طريق دهان موضعي، مخدر موضعي لوكال اناسيتكس، او عن طريق اقراص. طب المخدر الموضعي ايه؟ حبيبنا وحبيب الملايين التراكيين جل، 9 جنيه 75، 9 جنيه 75. او ليدوكاين،
6 جنيه 75، 6 جنيه 75، أو اللجنو كي، اللجنو كي 7 جنيه ونص. يبقى أي واحد من التلاتة دول، ممكن برضو بريدو كيين، بريدو كيين ب13 ونص أهو، تمام أهو، ليدو كيين، الترا كيين، لجنو كيين، كل دي مخدرات موضعية، مخدر موضعي، تمام. والبريدو كيين ب13 ونص، الحاجات دي بتستخدم لتأخير القذف كلها كلها، والبريدو كيين كل ده ايضا بتستخدم لإزالة الشعر، لتخدير البشرة قبل إزالة الشعر، تمام. يبقى اذا انا لينت، عملت تليين رقم واحد، عملت تسكين رقم اتنين. التسكين بالاقراص بقى هاخد ايه؟ هاخد رابيدوس، رابيدوس قرص 3 مرات، رابيدوس قرص 3 مرات، بس خلي بالكم محظور على مرضى قرحة المعدة. رابيدوس الشريط ب10 جنيه او انتي فلام، انتي فلام اهو الشريط ب11 جنيه، يا انتي فلام يا رابيدوس، يا انتي فلام يا رابيدوس، منتجات مسكنة وقوية. هعمل ايه تاني؟ هعمل تشطيف، هقعد في مية ببرمنجانات بوتاسيوم اهي، برمنجانات بوتاسيوم تشطيف، هتلاقي البرمنجانات ناشفة كده وموجودة في قعر الإزازة. طب ليه ما نحلهاش؟ لأن البرمنجانات بوتاسيوم أو بوتاسيوم برمنجانات must be freshly prepared، must be freshly prepared، يجب أن تكون حديثة التحضير عشان بتتأكسد من الجو وبتسود وبتفقد فعاليتها في التطهير. هعمل ده، هحله، هحط ميه لغايه هنا، هتلاقيها اتحولت للون بنفسجي. هتاخد غطا ازازه، غطا ازازه تحطه على نص لتر ميه او غطيين على لتر، تشطف كويس. تاخد الكريم اللي هقول لحضرتك عليه بقى، فاين ديرم كريم، فاين ديرم كريم جي تي ان، فاين ديرم كريم جي تي ان، ده بيحسن الدموية بتاعة المكان وبيخلي الجرح يلتئم. طيب سعره ايه؟ شو مي ذا برايس بليز؟ 66 الا 5 سعر، 66 جنيها الا 5 سعر، ده الحجم الكبير. في حجم صغير ب 56 جنيه الا 5 سعر برضه، بس المتوفر حاليا الحجم الكبير، تمام. يبقى انا الشرخ الشربي المؤقت او الحاد، خدت شويه الحاجات دي علشان اعالجه، اللي هم ايه تاني؟ مينالاكس كمولين نصار اهو، طبعا لبوز جليسرين، طبعا لو البراز ناشف قوي يبقى الانيماكس، الكريمات بتاعت التخدير الموضعي، الانتي فلام والرابيدوس لو عايز حاجة عن طريق الفم كمسكن، التشطيف اهم حاجة، التشطيف قبل دهان الكريم، التشطيف قبل دهان الكريم اللي هي البرمنجانات، الازازة ب6 جنيه. طيب عايزين بقى نتكلم في علاج الشرخ الشرجي المزمن اللي بينتج عنه زايدة جلدية كده أو دلدولة كده. المريض يقول للطبيب أنا عندي دلدولة يا دكتور، طبعا دي غير الدلدولة بتاعة البواسير، لأن البواسير تعرفها هي انبعاج في جدران الأوعية الدموية، البواسير موضوع تاني وأنا عامل عنها حلقة. طيب هعالج الشرخ الشرجي المزمن إزاي؟ بثلاث طرق، ثلاث طرق رئيسية. لما بيحصل الشرخ الشرجي في عضلة مبطنة للفتحة بتاعة الشرج أو في المجرى الشرج، في عضلة تحتيها، العضلة دي مع أن الموضوع بيطول وبيبقى مزمن بيحصل فيها انفولانتري، يعني لا إراديا كده بتنقبض،
لا اراديا بتنقبض. فلما العضله دي زي الاستك كده تتشد بتفتح حرف الجرح. ما احنا قلنا الشرخ الشرجي ده عباره عن ايه؟ جرح في مجرى البراز. فما بيحصل شد من العضله لان هي بتنقبض لا اراديا، فبيفتح شفه الجرح، فالجرح ما بيلتئمش. فاحنا بنعمل ايه؟ التدخل رقم واحد بالجراحه. بالجراحه بنيجي جايين على العضله اللي مشدوده دي وقاطعينها بمشرط، قاطعين منها حته صغيره بمشرط علشان العضله تنبسط، يقوم الجرح يلم على بعضه فيحصل الالتئام. ده جراحه. ولو في اي زايده برضه بنقطعها بالجراحه بالمشرط، مشرط الجراح اللي بيريح الناس كلها. ده الجراحه. طب الحاجه الثانيه الليزر. بنخش برضه بالليزر نفتح في العضله فتحه صغيره او نقطعها قطعه صغيره فتنبسط، يقوم الحروف بتاعه الجرح ترجع لبعضها تاني يقوم يحصل التئام. طب الليزر والجراحه في ناس بتشتكي منهم ليه؟ لان بيقول لك القطع ده احيانا بيسبب عدم تحكم في البراز. عدم تحكم في البراز، البراز فيه فتحه شرج، فتحه عضله الشرج دي قابضه، لما بيحصل بقى فيه قطع فبعد كده البني ادم ما بيعرفش يتحكم في البراز، ممكن يلاقي حاجه بتطلع منه او ريح بيخرج منه، فتحه الشرج بتضعف. الحل الثالث اللي بيلافي الاخطاء دي ايه؟ حقن البوتوكس. حقن البوتوكس، بنحقن البوتوكس. البوتوكس ده بيستخدم للتجاعيد فبيريح العضلات، تمام؟ برضو في فتحة الشرج في حاجة اسمها حقن البوتوكس، بنحقن بوتوكس تحت العضلة تقوم العضلة يحصل فيها استرخاء، يقوم حروف الجرح بتاع الشرخ الشرجي يلم كده بعد ما كان مفتوح كده يلم، يقوم يحصل الالتئام. طبعا ده الموضوع بكل بساطة، الشرخ الحاد والشرخ المزمن والملينات والمطهرات والمخدرات الموضعية. وإن شاء الله حلقة قادمة عن الناسور الشرجي. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري. على أمل في اللقاء القريب. اوعى الجمبري يعضك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.